النهارده عن اللاعب احمد ابو الفتوح. اللاعب احمد ابو الفتوح هو لاعب مصر الجنسيه واسمه بالكامل احمد محمد ابو الفتوح محمد. ولد 22 مارس 1998 وعمره 24 سنه وطوله 1.78 سنتي، ولعب مركز لعبه ظهير ايسر ويلعب حاليا في نادي الزمالك برقم 29. اما مسيرته الشبابيه لعب مع الزمالك للناشئين، اما عن مسيرته الاحترافيه سنه 2016 مع نادي الزمالك و2016 2017 مع نادي ام بي اعاره و2019 2020 مع نادي سموحه اعاره. اما عن المنتخبات الوطنيه التي لعب بها 2000 او لعب فيها 2018 ومصر تحت سن ال 20 و2016 مصر تحت 23 و2019 في مصر. اما عن انجازاته دوري المصري الممتاز سنه 2021 2020 2021 انجازات نادي الزمالك وكاس مصر. اعزائي المشاهدين بشكركم على مشاهدتكم لينا، وبتمنى دايما ان تتابعونا باستمرار وتشتركوا في قناتكم المفضله كره لوكر وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.